تدق في زوايا الصورة عن قرب لتصل إليكم بكل موضوعية مع راشد الفوزان على شاشة MBC عربية. هذا البرنامج برعاية دار الأركان عامرة. عين على قطر على شاشة MBC عربية. هذا البرنامج برعاية QNB. CNBC عربية صارت الآن معك على هاتفك الذكي. الأخبار الاقتصادية العاجلة ومستجدات عالم المال والأعمال وبثنا المباشر وأرشيف برامجنا، كل ذلك عند أطراف أصابعك. تطبيق CNBC عربية للهواتف الذكية أصبح الآن متاحا مجانا لأجهزة الآيفون والآيباد والأندرويد. هذا البرنامج برعاية زين. أهلا بكم إلى جلسة الأعمال من CNBC عربية. أنا الطيب عبد الماجد، هذه أبرز الأجندة على الطاولة لهذا المساء. مجموعة مستثمرين خارجيين يمثلها محمد العبار تستحوذ على حصة 69% في أمريكانا. مستثمرو المنطقة العربية ضخوا 5 مليارات و220 مليون دولار لشراء فنادق في أوروبا في العامين الماضيين. 7 مليارات دولار حجم قطاع صيانة الطائرات في الشرق الأوسط بحلول العام 2023. قال رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إن بلاده تتطلع لتوفير البنى التحتية اللازمة في المنطقة بما يسمح للشركات التي تستثمر هناك ببدء الإنتاج الفعلي بحلول عام 2020. وتهدف مصر من مشروع تنمية إقليم قناة السويس لتوفير نحو 1 مليون فرصة عمل حتى العام 2030. ضخ مستثمرون من المنطقة العربية نحو 5 مليارات و220 مليون دولار لشراء بعض الفنادق الأكثر شهرة في الأسواق الأوروبية الرئيسية خلال الأشهر 24 الماضية. جاء ذلك وفقا لتقدير أصدرته شركة الاستشارات العقارية CBRE، وكانت بريطانيا السوق المستهدف الرئيس للاستثمارات الصادرة من الشرق الأوسط، تليها إيطاليا وفرنسا بنحو 570 و566 مليون يورو على التوالي. وأظهر التقرير أن حجم الاستثمار الكلي في الفنادق الأوروبية في 2015 نما 3 أضعاف ما كان عليه في الفترة ذاتها من 2007، وتشير نوايا المستثمرين إلى استمرار قوي لهذا الاتجاه. معي من جدة السيد أحمد حزين مدير الإدارة العامة في شركة FRHI للفنادق والمنتجعات بمكة المكرمة. اسمح لي بدءا أن أرحب بك. بدءا، كيف تقرأ معنا هذا التوجه الاستثماري الذي ينطلق نحو أوروبا بهذه المبالغ الكبيرة في الاستثمار الفندقي؟ السلام عليكم. الحقيقة أن استثمار بخمسة مليار في سنتين شيء أنا لا أراه بأنه شيء سلبي، على العكس ده شيء إيجابي في دنيا الاستثمار والمال، أن المستثمر ينوع في استثماراته في أماكن مختلفة جغرافيا، في دول، في مناطق،
أو في نوعية المنتج اللي هو بيستثمر منه، عشان لو حصل أي خلل في مكان أو موقع يبقى التاني بيسند وبالتالي يأمن ربحية. ثانيا أن الاستثمارات دي كانت في صورة استحواذ، يعني ما كانتش إحياء لمشروعات جديدة قد ما هي استحواذ لمشروعات قائمة، فبالتالي اتعمل عليها دراسة جدوى وربحيتها مضمونة، والمستثمر بيلجأ دايما إلى الربح طبعا، ده هدفه. أما لما نبص للقيمة المالية لهذه الاستثمارات 5 مليار في سنتين، طيب احنا لازم عشان نحدد هل هي مبالغ فيها او ليه هم بيعملوا كده نشوف هل هم بيستثمروا في بلادهم الاصليه ولا لا. احنا لو بصينا هنلاقي ان من الارقام اللي بنحصل عليها من الغرف التجاريه في المملكه العربيه السعوديه ان الاستثمارات في الفتره من سنه 2015 الى 2020 في الفندقيه في الفنادق الجديده، يعني مش بس استحواذ، في المملكة العربية السعودية تتخطى ال 150 مليار ريال. 150 مليار ريال يعني تقريبا 40 مليار دولار، وده 8 أضعاف الأموال العربية بتستثمره في أوروبا. فهي نسبة صحية، ما هياش نسبة يعني لا تدعو إلى القلق ولا تترجم إلى نوع من أنه المستثمر العربي بيهرب وبيترك بلاده، على العكس، هو بس المستثمر العربي وصل إلى مرحلة من النضج والعولمة. نعم. إن هو بقى بينوع في استثماراته ولازم ده حق له، وده شيء بيخلي أنه بتبقى يعني أنه يبقى واقف بثورة ثابتة في عالم المال. نعم جيد سيد أحمد. أوكي. دعنا إذن من خلالك نقف على هذا القطاع. أيوة. القطاع الفندقي في المنطقة، في السعودية وفي المنطقة، كيف ترونه في ظل الأجواء الاقتصادية التي تبدو ملبدة بالغيوم بطبيعة الحال؟ طبعا صناعة السياحة وصناعة الفندقة بصورة عامة صناعة هشة شوية وبتتأثر بما يدور حولها، لأنه التنقل من دولة إلى أخرى يعني بينتاب المسافر مخاوف لو كان في أي نوع من عدم الاستقرار، وده للأسف حاصل في المنطقة عندنا. بالنسبة للمملكة العربية السعودية الحقيقة هي منتج فريد، منتج فريد لأن اعتماد كبير جدا في صناعة السياحة أو الفندقة في المملكة هو السياحة الدينية، ودي من النوع المقاوم للمصاعب شوية، مش زي السياحة العادية. فبالتالي هي بتتأثر أقل من غيرها ومن مثيلتها، وبرغم جميع الأحداث فيها بتشهد نمو جامد جدا. احنا تكلمنا عن 150 مليار استثمارات في قطاع الفنادق في الخمس سنين القادمة من 2015 إلى 2020، 75% منها تتركز في العاصمة المقدسة مكة المكرمة والمدينة المنورة. يعني ما فيش أي جهة سياحية في العالم بتحذو بهذا الكم من الاستثمارات في الفنادق كما هو الحال، فهي صورة صحية جدا. في استثمارات كثيرة، الفنادق العالمية كلها، الشركة اللي أنا بنتمي إليها مجموعة فنادق فيرمونت ورافلز انترناشنال هوتيلز، احنا عندنا توسعات جامده جدا في المملكه العربيه السعوديه وفي منطقه الشرق الاوسط. احنا في خلال الثلاث اعوام القادمه هنفتتح ان شاء الله 15 فندق من النوع الفاخر وباحجام غير صغيره في المنطقه، وتركيزنا بالاساس على السوق السعودي، لان احنا نرى ان السوق السعودي سوق واعد وجيد جدا وعائد الاستثمار فيه عالي في دنيا الفنادق. نعم، وكما تفضلت ذكرت يعني السياحة اللادينية بطبيعة الحال مقاومة للصدمات، بالعكس يعني كل ما زادت الأزمات توجه الناس إلى الله، إلى مكة. مظبوط. سيد أحمد، دعني أقف معك أيضا على يبدو أن الطريق دائما ليس مفروش بالورود في كل الأحوال، لابد من عقبات تعترض المجال وتحديات دعنا نسميها. ما هي أبرز التحديات التي تواجهكم وتتمنوا أن تزول حتى تنطلق هذه الصناعة قدما إلى الأمام؟ الحقيقة داخليا إحنا بصفتي يعني مسؤول عن مجموعة فنادق فيرمونت ورافلز انترناشنال هوتيلز ما بنعانيش من تحديات داخلية قد ما إحنا قد نعاني من بعض التحديات اللي بتأتينا من الخارج، المتمثلة في أن بعض الزوار، لأن إحنا صناعة الفنادق بتعتمد على الزائر،
بعض الزوار بيبقى في بعض القلاقل في أوطانهم، مما يخليهم يعني تقلل فرص سفرهم إلى الخارج. أما داخليا الحقيقة إحنا التحديات اللي بتواجهنا طبيعية جدا، لأنه ما فيش دنيا أعمال بدون تحديات، لكنها من النوع يعني الغير ثقيل الذي لا يثقل كاهلنا على الإطلاق. بالعكس احنا بنستفيد من كون ان الجهات المسؤولة متيقنة الى احتياج المملكة الى هذه الصناعة والى نموها السريع، فبالتالي بنستفيد من تسهيلات في نوعية جذب عمالة مدربة، فتح معاهد فندقية للإمدادنا بالعمالة، دعم مادي في حالة تعيين شباب الخريجين، وأشياء من هذا القبيل كثيرة. أنا أشكرك سيدي الكريم السيد أحمد حزين، مدير الإدارة العامة في شركة FRHI للفنادق والمنتجعات بمكة المكرمة، شكرا جزيلا لك. وقعت مجموعة مستثمرين خليجيين يمثلها السيد محمد العبار مع شركة الخير اتفاقية مبدئية للاستحواذ على حصة الخير في شركة